إذا كنت تتطلع إلى تجنب الإصابة بكوفيد 19 والعواقب المحتملة على المدى الطويل، خاصة خلال موجة GN1 أو JN1 هذا الشتاء، فوجب إعادة التفكير في النظام الغذائي وفقا لبحث جديد نشر في المجلة الطبية البريطانية، إذ أجرى العلماء استطلاعا لمئات البرازيليين بين مارس ويوليو 2022، واستفسروا منهم عن الوزن وعن الطول وعن حالة الصحية والنشاط البدني والعادات الغذائية وعن عدد المرات التي تعرض فيها المشاركون عمدا لفيروس كورونا وعدد المرات أو مرات الإصابة والأعراض ومدة الاستمرار وما هي الإجراءات الوقائية التي اتخذوها خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى إذا ما تم تطعيمهم ضد كورونا. كان الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا نباتيا والذين لا يستهلكون اللحوم أكثر من 3 مرات في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بكورونا بنسبة 39% مقارنة بالآخرين.